هنا مقهى حسن عجمي وسط شارع الرشيد، يعد هذا المكان جزءا مهما من بغداد القديمة ويمثل عبق التراث والماضي، كما تمثل أجواء هذا المقهى مدينة بغداد القديمة والذي ما زال محافظا على شكله ووضعه التراثي القديم، ومنه تنبعث رائحة أيام قد خلت. صورة عامة كانت أنه هذه مقهى يهود، بعدين راحت اليهود سقطت وراحت جوب أسلام، من شخص إلى شخص صارت بأسلام، أخير شيء أخذها واحد أبو هذا التاجي. من سنة أنت تتهدد هاي؟ صار حوالي 40 سنة. أنا التقيت بها قبل 40 سنة هاي القاشرة. تردد عليها، كان وزارة الدفاع هنا سابقا، ويجون العسكريين والضباط، وكان اكو حلاق الملكي هنا حكمة الحلي مات هناك محله، وهذا حج زبالة قديم ابو الشربت زين، وكان تجي الملوك وغير الملوك هنا شنو بهذا الشارع. والمنطقة عنين من الأخص هي هاي تقريبا مال منطقة عنين. ليش بالأخص؟ نعم. ليش بالأخص؟ لأن هي منطقاهم يعني يتواعد هنا، وهاي القهوة يسموها حسن عجمي. أنا من أهل سامراء، أجي هنا عندي كم ولد صديق، أجي على حسابهم أتونس هنا، أشرب لي واسي، أشرب نرجيلة، صار لي 30 سنة أشرب نرجيلة، ويجي منك لنا بقهوة حسن عجمي، هل وجوه طيبة شوي أقعد وهاي أرتاح وأخذ.